احنا وصلنا لحد فين؟ واذا كان قويا يقال فان قلت وجوابه قلنا وقيل في شبهه فان قلت بالفاء يعني مش ان قلت لو قال لك فان قلت سؤال عن القريب وان قلت سؤال عن البعيد يعني كانه في البحث او ما يجي يقول لك فان قلت يبقى هو بيتكلم عن حاجه الايه المباشره كان مذكوره مباشره قبل السؤال قبل قوله فان قلت ولو قال لك وان قلت يعني ذكر حاجه ايه طب متعلقه بحاجه سابقه طيب وقيل فيما فيه ايه فيما فيه اختلاف يعني اللي هي بالواو وفي بعض شروح الكشاف انا هنا كان المفروض احط فيه اشاره الى ضعف ما قالوا لعله هنا يقصد لاحظ بقى شوف قوله هنا فيه اشاره الى ما قالوا هل هو يريد الاصطلاح السابق ولا فيه بمعنى كلمه فيه فاهم وفي بعض شروح الكشاف كانه يقول ايه فيه كذا وكذا يعني اشاره الى ايه ضعف ما قالوا احيانا يبداوا البحث او يبداوا الجمله او يبداوا الفقره يقول لك وفيه كذا وكذا ايه بيقول ده شروح الكشاف يعني مش بيتكلم عموم طيب وعباره لنا فين لا واستدل او استدل فيما ثبت الدليل لا الدعوه يعني الدليل في حد ذاته قوي لكن مش شرط ان الدعوه نفسها قائمه لان ما من دليل الا وله دعوه فهو ممكن دليل من حيث هو قوي لكن مردود عليه مثلا او منقوض أو يستدل به على شيء آخر لا على هذه الدعوة ولنا في الدليل مع الدعوة الثابتة يعني إيه؟ يعني لما يقول ولنا في هذا المقام كذا يعني ولنا من الأدلة وهذه الدعوة أو هذه الأدلة التي نوردها لدعوة ثابتة قول ثابت يقول ولنا؟ فيه ولنا وعبارة لنا شائعة عند ذكر دليل على المدعي ويجعلونها خبرا لما يذكر بعدها من الدليل طيب ولنا شائعة عند ذكر دليل دليل على المدعي ماشي طيب والأظهر فيما إذا قوي الخلاف كالأصح ده بقى الكلام بتاعه أنا هقف بس عند الإيه الأظهر والأصح والمشهور الاظهر والاصح والمشهور لاحظ ان دي بقى بيكون فيها هنا تفرق كبير هتعتمد بقى على كونك ايه شافعي ولا حنبلي ولا مذهبك لانه يعني ارجع في هذه لمذهبك الفقهي في معرفه بقى المراد بالاصح والمراد بالمشهور والمراد بالايه بالصحيح والمراد بالراجح كل واحده ليها بحسب الايه في بقى الفوائد المكيه والفوائد المدنيه وفي كتب كتير عند السادة الشافعية في الموضوع ده وفي مطلب الايقاظ في مؤلفات كثير عند الايه السادة الشافعية وبعض بعض المذاهب تجد مؤلفات مؤلفة لمؤلف بخصوصه طيب وفي الجملة يستعمل في الإجمال وبالجملة في نتيجة التفصيل يعني وفي الجملة إذا أراد الشارح أن يذكر أو المؤلف عموما أن يذكر الكلام على سبيل الإجمال فهو بيعرفك أنا بتكلم دلوقتي مجملا إجمالا لكن إذا قال لك وبالجملة يعني سيفصل أو يأتي لك بنتيجة التفصيل عفوا يعني كان في تفصيل اتى بنتيجه النتيجه في قوله ايه وبالجمله لكن لما اذا قال لك في الجمله يعني هو سيذكر كلاما عاما او عفوا كلاما مجملا وفيه ما فيه اي تامل فيه حتى يحصل ما فيه شوف مين هنا كان فاكر ان فيه ما فيه معناه ايه في كلام يعني كتير كده اتقالوا يعني مش قد كده فيها قويه يعني فيه ما فيه يعني فيها قويه شوف راح هو هنا قال لك ايه وفيه ما فيه اي تامل فيه حتى ايه تحصل او حتى يحصل ما فيه شوف او ما ثبت فيه من الخلل والضعف غالب الناس بيفهموا المعنى الثاني يقول لك وهذا الكلام فيه ما فيه غالب الناس يفهموا ايه المعنى الثاني اللي هو الخلل والضعف لكن في معنى اول هو تامل فيه حتى يحصل ما فيه يحصل ما فيه ما تفهم ما فيه حتى تستخلص وتحقق لديك ما فيه من الخلل والضعف حصل فيه انتهى كلام وقال العلامة
خلاص ده انت كده كلام الكفوي انتهى كلامه. وقال العلامه عبد الله الفقيه رضي الله عنه في مطلب الايقاظ: والفرق بين وبالجمله وفي الجمله ان في الجمله يستعمل في الجزء، وبالجمله في الكليات. كذا وجد بخط العلامه علوي ابن عبد الله بهزه ابن عبد الله بهزه. هذا عكس اللي ذكره لمين؟ الكفر. والكفر كان شافعي ولا حنفي؟ حنفي. طبعا على طول انت ما تسكتش على الحته دي. شوف قاعد ساكت بقاله فتره، اول ما انت جبت سيره شافعيه واحناف ظهر. انت من كليات ده اصلا بتاخد المصطلحات بتاعتك. مش هنقول شيكو بس يعني هم مصطلحات. هم الاثنين احناف. مين الاثنين احناف؟ الشيخ عبد الله بن فقيه؟ لا الشيخ علي بن الحنفي. حنفي واختلفوا في بعض القضايا. فالموضوع عايز عايز ضبط. يعني اذا لم نخرج من هذا الى ان احنا نشوف في حاجات هتفتكرها في حاجات مش هتفتكرها، لكن انا احسبك بعد الوقت اللي انا عارف انا ارهقتكم فيه. وهو في النهايه برضو ما خلصناش الى شيء. طب ايه هو المصطلح؟ ما وصلناش لحاجه. انا عارف، بس على الاقل لن تمر عليك صفحه في اي كتاب تراثي وتنظر اليها بعد اليوم كنظرتك السابقة. صح؟ ما من صفحة فيها هذه الكلمة هتقف بقى وهتفتح بقى ايه؟ دي ولا دي ولا دي وتنظر شوف. طيب خلينا بس نقرا ايه اللي اخر كلمتين؟ هقراهم مش هشرح بس عشان يبقى احنا ايه؟ حصل. قال: قد فرغ من تأليفه أحفظ عباد الله القوي عليم الله بن عبد الرزاق الحنفي حامدا ومصليا في السادس من شهر شوال سنة 1111 هجرية في مكة المعظمة حرسها الله تعالى عن الآفات، وصلي وسلم على أكرم الخلائق أفضل الصلاة وأكمل التحيات والتسليمات، والحمد لله حمد الشاكرين في جميع الأحوال والأفعال. ثم قال الناسخ: قد فرغ من نقل هذه الأوراق لعون الله تعالى أحفظ عباد الله الخلاق الراجي العفو رب الكريم الحميد محمد علي بن محمد سعيد الشافعي الكوكاني عفى الله تعالى عنهما عن جميع المؤمنين ومن التاريخ 14 شهر شوال سنة 1283 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. طيب يعني طبعا تحول اللي ايه كده طبعا هو انتم طبعا ايه اصحاب ليكم حظ شوية عن المجموعة المتعلقة ب شرح العقيدة الطحاوية لأجل ايه امر الشهادات. هذه اسهل وايسر من طباعه الشهادات الاخرى او الاجازات بقى نسمعها. معلش والله انا عارف ان انا اخرتكم معايا خاصه الاخوات، لكن في بقى كمان ناس عندهم امتحانات وكده، فالحمد لله ان احنا انهينا الدوره قبل الايه المعمعه يعني كما يقال. طيب زينب سمير حسين سمر فخري فتحي أحمد فواز فوزي. معلش أنا هقولك وأنا آسف يعني. تفضل. حافظ ابن حسين محمود محمد الحسيني إيهاب محمد. أنا كده كنت صح صح؟ طيب تنطقها إزاي بقى؟ بالكسر. بارك الله فيك. عائشة بنت الحاج الشعاري. طيب ما قلتليش ليه؟ طيب خلاص أنا هجمعهم وأعطيهم إياها إيه مرة واحدة. ماشي. غادة محمد حشمت. محمود محمد السيد محمود صبري إسلام عصام أسماء عبد العظيم محمد سيد قسطان محمد أول الدين منصور محمد فخر الرازي بن عبد الرحمن. ما شاء الله اسم يعني ايه ان شاء الله تاخذ حظا من هذا الاسم. يا لكل انسان له حظ من اسمه يعني. هذا اسمك مركب مش كده؟ محمد فخر الرازي هذا اسمك. ها؟ لا ان شاء الله.
طيب احمد نجدي انور قريبا. طب يعني اديها لك. محمد ايهاب مصطفى ابراهيم. ستي ساره بنت مهمي مهمي مهمه. طيب تدير احمد سعد. معلش. طيب نهى محمد سعيد. اسماء مصطفى السعيد. ايه عماد احمد. كريم جلال الدين عبد العزيز. جلال الدين عبد العزيز. مهنا محمد عبد الحليم. سلمان عبد الرب. عبد الله مبروك محمد علي. عبد الله محمد زكي. عبد الله محمود انا اسف. في حد ما سمعش اسمه؟ انت فعلا انت وانا عامل صح جنب اسمك. فين لسه قريب بقى. ايوه انا لسه شايفه ده. فانا عامل صح ان المفروض انا طبعتها. انا بقول لك لو ما لقيتهاش ما تقلقش. لكن ربما ايه اصل مش انا اللي حطيت في ال طيب خلاص لو يعني هو يبدو ان هي مش معايا. لو امكانك انت جنبي في مدينه مصر. طيب خلاص لو كده ممكن ايه نتواصل وتاخدها مننا. الشغل الرسالي كده افضل نص في الفصوص اللي هي في الكتاب ده ولا اشمل نص عموما؟ لا في الكتاب. في الكتاب هنا؟ اظن. ذكر فيها موضوع هو اشمل يعتبر هو يعتبر هو النص الثاني بشكل من الاشكال هو ذكر المصطلحات دي فهو يعتبر بوجه من الوجوه هو هو اشمل نص في هذا المجموع لكن اشمل نص عموما فيض الحرم في الدب المطالعه ان شاء الله ده يكون موجود في المعرض الكتاب القادم ان شاء الله ومعه ملخصه. خلاص في اي سؤال في نهايه هذه الدوره؟ بص بخصوص يعني هو غالب كلام يعني غالب الكلام مع الناس انه يعني بيبحثوا عن دوره في علم الكلام للمبتدئين. طبعا احنا كلامنا في العقيده الطحاويه ايه خرج مخرج ان هي دوره عامه وفيها ما يصلح للايه للمبتدئين خالص يعني. طيب بحيث انه يتعرف على المسائل وبعض الكلام في الصفات والفرق بين التنزيه والتأويل والتشبيه وبعض القضايا كده بشكل خفيف يليق للعامي ويليق للمبتدئ. لكن الناس بتسأل على دورة في علم الكلام للمبتدئين يعني نبتدي بقى نتكلم على علم الكلام وايه مقدماته وايه يعني نشرح بقى زي ما احنا بنشرح كده في آداب المطالعة ولكن في علم الكلام بخلاف نشرح بقى على السبورة ومتن ونفك العبارات والكلام ده كله. فده مطلب عند الناس. باقي بقى الكتاب ربما يتاخر شويه الناس يعني تكون ايه بقى لهم اخذوا جرعتين دورتين ورا بعض في اداب المطالعه فهناخد ربما اظن هيبقى في رمضان دوره يعني غالبا اللي مش هتكون لها علاقه لا بعلم الكلام ولا بعلم اداب المطالعه لانه مش علوم جافه شويه مش ما لهاش علاقه شويه بالشهر الفضيل يعني من حيث جفافها. في بالي طيب خلاص خلاص الورقه اللي انتوا اخدتوها المفروض حتى كان في حد سالني على الفيسبوك هو انا اللي سالت عنه. طيب
طيب خلاص نخليها ان شاء الله ممكن تبقى دوره جايه اللي هي الفائده اللي الفها ابن خلدون في المطالعه طبعا هي ضمن كتابه المقدمه. فانا بقول لك انه هيكون في دوره ان شاء الله في رمضان وممكن يكون اللي بعد رمضان هيكون دوره للمبتدئين في علم الكلام ده فيما يظهر لي حتى الان. رمضان هيكون في لا لسه ما تقررش هيكون في ايه لكن هيكون في دوره ان شاء الله يعلن عنها في صفحه المضيفه ويعلن عنها على الصفحه الشخصيه للفقير. طيب صور كويس عشان هم عايزين يمشوا. عشان التكمله والكلام ماخوذه من كلام الانسان وقوله حكيم في الدراسه. اه. والا في الدراسه.